أبدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد القسوة على ذبابة تسللت إلى البيت الأبيض بعد أن حامت حوله وأزعجته بإصرارها على استهدافه خلال مقابلة تلفزيونية. فضاق بها ذرعا ولم يجد حلا للتخلص منها بعد أن طلب منها الخروج ولم تفعل، فاستدرجها لتطمئن وتستقر على إحدى يدي ثم حرك الثانية بسرعة وقتلها. وكانت لقطة سجلتها الكاميرات لرئيس أقوى دولة في العالم وهو يقتل ذبابة.